عندنا. صبعي يا اختي تقسم بالدقان دق 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 دق. بقى المحكمه حكم علي نهار 20. خاصني نشرب الدواء ديالي انا هاد العام ما صمتش. صباح النور السرور. كديرين كديرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. دايره الماكياج ديال بالعاني اختي ديال الانستغرام والله كاين الفلتر تيغطي لنا العيوب اختي العيوب الشكليه ديال الوجوه ديالنا. صبعي اختي تقسم بالدقان دق 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 عليه دق عليه سدوا عليه. المهم نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس وحشتكم بزاف. اليوم غتجي عندي منار غتشوفني ان شاء الله وتجيب لي ان شاء الله التقاديه داكشي اختي ديال القص ما نقولش لكم. ايوا وحنا باقيين اختي باقا المحكمه حكم علي نهار 20. قال لك راه نهار 20 عاد تخرجي وحنا ماشي مشكل 20 21 23 24 25 اي رقم اختاروا لينا مرحبا بهم ومرحبا بينا. بكرا مدانا تعكرت ودابا خاصني نشرب الدواء ديالي. كل واحد مع دور. انا هاد العام ما صمتش. هاد الدواء الدواء ديالي والله نشوف من حالنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. مجلة لالا العروسة اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.